بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. موضوع حديثنا النهاردة بعنوان ستعود بقوة أعظم، والعنوان ده مأخوذ من كتاب أبينا الحبيب القدوس تدروس يعقوب بلطي الذي نكن له كل محبة، ونتذكر خدماته الكثيرة تأسيس العديد من الكنائس هنا في الإبخشية. صلي إن ربنا يديله الصحة وطول العمر. هذا الكتاب هو ترجمة لرسالتين كتبهم القديس يوحنا ذئبي الفم لناسك اسمه ثيودور. كان عاش حياة النسك لكن سقط في خطية عظيمة وترك حياة النسك وندم، لكن كان في حالة يأس، فأرسل له القديس يوحنا ذئبي الفم هاتين الرسالتين لكي ما يشجعه ولكي ما يعزيه. وفعلا هو يعني ربنا عمل نعمة ربنا عملت فيه، ورجع وعاش حياة نسكية، ثم رسم كاهنا ثم أسقفا، وتنيح سنة 428. صحيح احنا في المرحلة اللي احنا فيها دي تختلف طبعا، نتكلم على ضيقة مختلفة اللي احنا بنمر فيها في هذه الأيام، حيث بتحيط بنا رائحة الموت من كل جانب، مع عدم ما نعرفش بكرة هيحصل فيه إيه، مع كل الظروف. يعني مش محتاج إن أنا يعني أتكلم عنها دلوقتي، لكن الجزء الأساسي اللي أنا عايز أتحدث عنه إنه مهما كانت الضيقة ربنا ممكن يخرج الإنسان منها، أو الإنسان يخرج منها وهو أعظم مما دخل بها، يعني يعود من هذه الضيقة بقوة أعظم. وأتكلم أحب أقرأ جزء من إنجيل يوحنا صح 16 العدد 9 5 و6. أما الآن فأنا ماضي إلى الذي أرسلني، وليس أحد منكم يسألني أين تمضي، لأني قلت لكم هذا قد مالت حزن قلوبكم، ولكني أقول لكم الحق أنه خير لكم أن أنطلق، إنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، لكن إن ذهبت أرسله إليكم. ثم ننتقل بعد كده إلى عدد 20، بيقول الحق الحق أقول لكم أنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح، أنتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرح. المرأة وهي تلد تحزن لأن ساعتها قد جاءت، ولكن متى ولدت الطفل لا تعود تذكر الشدة لسبب الفرح، لأنه قد ولد إنسان في العالم. أنتم كذلك عندكم الآن حزن، لكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. السيد المسيح هذا الحديث قاله قبيل صلبه، وطبعا لما اتكلم على ان هو سيترك تلاميذه شعر بحزن شديد، وكانت تجربة القبض على المسيح وتجربة الصلب كانت تجربة قاسية على التلاميذ، سببت لهم حزن وسببت لهم خوف وسببت لهم تعب شديد. وحتى ايضا يعني رغم ان السيد المسيح كلمهم عن الصلب وعن القيامة، لكن شدة الحزن جعلتهم من غير قادرين أن يصدقوا حتى لما جاءت أخبار القيامة في البداية. لكن هنا وعد المسيح ليهم، قال لهم إن هذا الحزن سيتحول مش بس إلى فرح، لكن إلى فرح لا يستطيع أحد أن ينزعه منكم، لكني سأراكم فتفرح قلوبكم ولا يستطيع أحد أن ينزع فرحكم منكم. يعني إداهم فرح دائم، وهذا الفرح الدائم عاش مع التلاميذ رغم كل الضيقات اللي واجهوها فيما بعد. كمان كلمهم على مجيء المعزي، وإنه إن لم أنطلق فإنه لا يأتيكم المعزي، وإدى المثل بتاع المرأة اللي حينما تلد إنها تحزن لأن ساعتها جاءت، لأنها بتكون في حالة حزن شديد. لكن الحزن ده بيتحول إلى فرح عندما تلد لأنها قد ولد إنسان في العالم.
طبعا احنا في الظروف اللي احنا فيها دي ساعات يعني ام بيبقى مصابة بالفيروس، الفيروس تكون حامل وهتولد، فبيبقى الخوف بالنسبة لها مش بس بالنسبة للولادة لكن بالنسبة للمرض اللي هي فيها وبالنسبة طبعا للطفل. لكن ربنا بيدي نعمة وبيدي سلام وبيدي فرح. فالحزن بوعد المسيح أن يتحول إلى فرح، وإلى فرح دائم أعظم من مجرد بس حزن بيتحول إلى فرح. ننتقل إلى رسالة القديس بولس الرسول إلى العبرانيين لما كان بيتكلم على التأديب، وبيقول يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر إذا وبخك، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجد كل ابن يقبله. إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين، فأي ابن لا يؤدبه أبوه. لكن كنتم بلا تأديب قد صار الجميع شركاء فيه، فأنتم نقول لا بنون. ثم إذ كان لنا آباء أجسادنا مؤدبين وكنا نهابهم، فنخضع من أولى جدا لأبي الأرواح فنحيا. لأن أولئك أدبونا أياما قليلة حسب استحسانهم، أما هذا فلأجل المنفعة لكي نشتاق في قداسته. ولكن بيبقى يعني الآية اللي عايز أركز عليها، لكن كل تأديب في الحاضر لا يرى أنه للفرح بل للحزن. أما أخيرا فيعطي الذين يتدربون به ثمر برد السلام. يعني صحيح التأديب ده من الله ومن أجل محبته لينا، لكن هو تأديب بيؤدي إلى حزن. مفيش تأديب بيكون بيصاحبه فرح في البداية، لكن كل تأديب في الحاضر لا يرى أنه للفرح بل للحزن. أما أخيرا يعني الإنسان اللي بيحتمل هذا التأديب إنه يعطي الذين يتدربون به ثمر برد للسلام. عشان كده عايز أتكلم على 12 مثل لمروا به أشخاص أو مرت الكنيسة بفترة ضيقة، لكن خرجت الكنيسة وهي بقوة أعظم. أول حاجة سقوط الإنسان، لا شك كان سقوط الإنسان كان سبب حزن، سبب خوف، وسبب غضب الله وعقوبة الله طرد الإنسان، وأيضا عقوبته لآدم وعقوبته لحواء وعقوبته للحية. وسط كل هذا اللي احنا بنراه وبنقرأه في إصحاح 3 من سفر التكوين، الله أعطى وعد وقال للحية وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقله. يعني هنا وعد إن نسل المرأة سيسحق رأس الحية. كان نور وسط هذا الصلاة. ولما نبص بقى في تاريخ الله مع البشرية إن إزاي حول العقوبة خلاصا زي ما قلت القداس الأبوابي ومجيء المسيح وتجسده وموته على الصليب وقيامته، أعطى للبشرية شيء عظيم جدا. عاد الإنسان إلى وجبته الأولى، فتح باب الفردوس أمام الإنسان، وأخذ الذين كانوا أسرى الرجاء، وأعطانا إحنا طبيعة جديدة، وأعطى إن إحنا نكون هيكل للروح القدس. يعني لما تشوف كل النعم التي أعطيت للإنسان، نرى أنه خرج بقوة عظيمة نتيجة عمل الخلاص العظيم اللي قدمه السيد المسيح. المثل الثاني هو مثل هابيل. هابيل مر بضيقة من حسد أخيه وانتهت بهذه الضيقة قتله. لكن زي ما القديس بولس الرسول اتكلم على هابيل، إن هو مش بس إنه قدم ذبيحة من سمان يعني غنمه، وإن الذبيحة دي قبلها الله، لكن هو نفسه صار ذبيحة، صار مثال للسيد المسيح.
وصحيح هو مات، لكن قال وإن مات فهو يتكلم بعد، يعني دم هابيل الذي سفك على الأرض صار يتكلم ومرفوع أمام الله، وصار مثال للسيد المسيح الذي لما سفك دمه على الصليب أعطى خلاصا للبشرية. طبعا القديس بولس الرسول يعني في رسالة العبرانيين وضح الفرق الكبير بين دم هابيل ودم المسيح، لكن في نعمة أعطيت إلى هابيل خرج منها من هذه الضيقة، هو أن يكون مثالا للسيد المسيح، وإنه قايين لم ينتصر عليه، صح قدر يقتله، لكن ما فرق كبير بين ما وصل إليه قايين وما وصل إليه هابيل. وده بالنسبة لكل الشهداء، الشهداء كانوا يبدو كأنه معذبيهم انتصروا عليهم، عذبوهم وفي الآخر قطعوا رؤوسهم قتلوهم، لكن دم هؤلاء الشهداء أعطى قوة، قوة للشهداء نفسهم لأنه أعطيوا الإكليل السمائي، وأعطى أيضا قوة للكنيسة وانتشار الإيمان في الكنيسة. بالذات لما نبص للشهداء اللي هما كانوا قوات في الجيش، هؤلاء الشهداء زي القديس ماري جورجيس والقديس بسيفيل والقديس موريس كان عندهم سلاح، وكان ممكن يستخدموا هذا السلاح عشان يدافعوا عن الكنيسة ويدافعوا عن الإيمان ويدافعوا عن أنفسهم، لكن رفضوا لأنهم رأوا إن سفك دمائهم هو سلاح أقوى من هذا السلاح البشري. لذلك أحد الآباء تأمل كده في موضوع الشهداء وقال إنه الأعضاء الممزقة صارت أقوى من آلات التعذيب الرهيبة، بدت هذه الآلات يعني ضعفت أمام هؤلاء، حتى إنه كان كثير من الولاة بيستخدموا طرق متنوعة في التعذيب، وفي الآخر بيلاقوا نفسهم إن هما مش قادرين إن هما يعملوا شيء أمامهم، فانتهوا قطع رأسهم. المثل الثالث اللي هو مثل إبراهيم. إبراهيم مر بتجربة عظيمة اللي احنا بنتذكرها في يوم خميس العهد، إن ربنا طلب منه إنه يقدم له وحيده إسحاق محرقة. هذه التجربة إبراهيم خرج منها بقوة أعظم. إيه القوة الأعظم؟ إن ربنا وعده إنه نسل يكون أكثر من رمل البحر ومن نجوم السماء، وإنه لنسل تبارك جميع الأرض ده جزء، لكن هذا الوعد إبراهيم خده قبل كده. أنا أقرأ إصحاح 12 لما ربنا دعاه، إصحاح تكوين يعني 12 وتكوين 15 وتكوين 17 لما ربنا أقام عهده مع إبراهيم، وأيضا لما قال له إن بإسحاق يكون لك نسل، ولما اتكلم في تكوين 21 لما زاروا واستضافوا إبراهيم وقال له على إن في زمن الحياة إن العام القادم يكون عندك ابن، وضحكت سارة. كل دي كانت وعود ربنا إداها لإبراهيم. ولما نقرأ في الصحات اللي أنا ذكرتها إن ربنا قال له، يعني لما غير اسمه من إبراهيم إلى إبراهيم، من إبراهيم أب الجمهور كثير. لكن إيش المميز اللي خده إبراهيم بعد ما قدم إسحاق؟ مش بس إنه إسحاق ده بيموت وربنا يعني ما سمحش بذبحه، كان إبراهيم ذبحه بالنية. طبعا إبراهيم لما قدمه زي ما كشف لنا القديس بولس الرسول كان عنده ثقة إن الله قادر أن يقيمه من الموت. لكن الشيء العظيم أو الإضافي أو القوة العظيمة اللي أخذها إبراهيم بعد تقديم إسحاق أن ربنا قال له بذاتي أقسمت، بذاتي أقسمت، يقول الرب إن من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك وبقيت مباركة وأكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر، وتبارك في نسلك جميع أمم الأرض.
طب ليه القسم ده له يعني أهمية خاصة؟ ده شرحه القديس بولس الرسول في رسالة العبرانيين لما قال بالنسبة لإبراهيم، وقال إنه فإن الله لما وعد الله إبراهيم في عبرانيين 6:13، فإنه لما وعد الله إبراهيم إذ لم يكن له أعظم يقسم به أقسم بنفسه، أقسم بنفسه. طب إيه أهمية القسم؟ إيه الأمر ده شرحه القديس بولس في رسالة العبرانيين، إن الوعد الذي يثبت بقسم يصير وعدا أبديا. الوعد الذي يثبت بقسم يصير وعدا أبديا. لذلك فرق ما بين الكهنوت، كهنوت لاوي، وكهنوت المسيح، إن في قسم، إنه في كهنوت المسيح هذا اللي قاله بولس الرسول في عبرانيين 7:20-21، وعلى قدر ما أنه ليس بدون قسم، لأن أولئك بدون قسم قد صاروا كهنة، يقصد لهم حسب الكهنوت اللاوي. أما هذا فبقسم من القائل له أقسم الرب ولن يندم، أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملك صادق. فإن الناموس، بعدين في عبرانيين 7:28، فإن الناموس يقيم أناسا بهم ضعف رؤساء كهنة. أما كلمة القسم التي بعد الناموس فتقيم ابنا مكملا إلى الأبد. appoints the son who has been perfected forever. إذن هنا قوة كلمة القسم، ودي القوة العظيمة اللي أخذها إبراهيم، إنه مش مجرد إنه يكون عنده نسل كبير كتير، لأن ياما ناس عندها نسل كتير، لكن أن يأتي من نسله المسيح اللي فيه فعلا تتبارك به جميع قبائل الأرض. لأنه نسل إبراهيم بعد كده في إسحاق يعقوب نسله، فكان في بني إسرائيل، ما كانش في كل الأرض، لكن لأن جاء من نسله من سبط يهوذا المسيح، ففي المسيح تباركت جميع قبائل الأرض. لم تتبارك لفترة معينة أو حتى فترة الأرض، لكن إلى الأبد، لأنه المسيح جاء كاهن إلى الأبد، وأعطانا إحنا مش بس أن تكون بركته لنا ونحن على الأرض، ولكن بالأكثر في السماء. يوسف الصديق، مثال نمرة 4، يوسف الصديق نجد ان هو مر بتجارب كتيره، يعني مش محتاج ان انا اقولها، اكيد انتوا فاكرينها، لكن خرج منها بقوه اعظم، خرج منها ثاني في ارض مصر، كل النعم اللي ربنا اديها له اللي احنا طبعا كلنا عارفينها. لكن ازاي نشوف انه الضيقات اللي مر بيها يوسف صحيح كانت سبب حزن لي ان يتباع عبد، ان هو يتهم ظلما، في السجن إلى آخره، لكن في الآخر كانت سبب فرح لي وسبب حياة لبني إسرائيل، لأن أنقذهم من المجاعة، وطبعا كان سبب بركة لأرض مصر كلها، فخرج منها أعظم مما دخل في هذه التجربة. مثال الخامس هو أيوب. أيوب إحنا بنقرأ سفر أيوب في أثناء فترة الصوم في باكر، نشوف إن إزاي أيوب خرج من التجربة بقوة أعظم. فيذكر سفر أيوب في صح 42:12، وبارك الرب آخرة أيوب أكثر من أولاه، يعني الآخرة بتاعته، يعني أواخر أيامه، خد بركة أكثر من اللي كانت عنده قبل كده. وذكر لنا بالتفصيل، يعني زي ما ذكر في بداية سفر أيوب عدد ثروته من الغنم والإبل والبقر والأتان، الأرقام بتاعتها نجد إن الأرقام دي كلها تضاعفت فيما بعد، وإداله برضه أولاده بنفس العدد، هم 70 ابن وثلاث بنات، ما إدالوش ضعف العدد، لأنه النفس ما بتفقدش زي الحيوان يعني. وبعدين إداله طول عمر،
وعاش أيوب بعد هذا 140 سنة ورأى بنيه وبني بنيه إلى 4 أجيال، ثم مات أيوب شيخا وشبعا أياما. لكن أهم من كل ده إن أيوب صار مثال للصابرين، رزقه القديس يعقوب: فنحن قوم الصابرين، سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب، لأن الرب كثير الرحمة ورؤوف. فأيوب طلع من التجربة دي واستفاد روحيا، لأنه نقاه من البر الذاتي، عاد له ثروته مضاعفة، عاد له بنيه، أصبح له بنيه بنفس العدد، وأيضا إداله طول أيام، وصار أيوب بالنسبة لأبناء الله مثال للصبر. المثال التالي السادس هو إنجيل اليوم، النهارده في حد المولود أعمى، بنجد إن هذا الشخص دخل في تجربة إنه فاقد بصره، تعب وكان بيقف يستعطي، لكن ربنا أخرجه من هذه التجربة بقوة أعظم. والحاجة التقى بالمسيح، صح، في الأول ما كانش يعرفه، لكن حس بقوته، لذلك دافع عنه قدام رؤساء الكهنة قدام الفريسيين. صح، ما كانش عارف بالظبط هو مين، لكن أعظم نعمة خرج بيها هذا الإنسان هو أن التقى بالمسيح، والمسيح قال له أتؤمن بابن الله، فقال له أؤمن وسجد له. لذلك الكنيسة بتعتبر إن هذه المعجزة مش مجرد بس معجزة شفاء إنسان أعمى، لكنها معجزة استنارة، إن هو نال الاستنارة بالإيمان بالمسيح. الكنيسة المثال السابع هو الاضطهادات. الكنيسة مرت سواء في عصر الرسل أو في العصر الروماني أو في كل عصر كانت اضطهادات شديدة. الاضطهادات دي سببت حزن وسببت خسائر، لكن من كل اضطهاد كانت الكنيسة تاخد بقوة أعظم، صارت دماء الشهداء بزار الكنيسة. المثال الثامن هو البدع والهطلقات. ظهرت بدع وهطلقات كثيرة في تاريخ الكنيسة. هذه البدع والهطلقات عملت انقسامات، سببت حزن، سببت ناس فقدت إيمانها السليم، عقيدة السليم، زي البدعة الأريوسية والبدعة المسطورية وغيرها من البدع. لكن الكنيسة خرجت بقوة من هذه البدع، خرجت يعني مثلا في الجهاد ضد البدعة الأريوسية ظهرت شخصيات عظيمة زي القديس أثناسيوس الذي وقف أمام العالم كله يدافع، وزي ما قال أحد الآباء: كان العالم المسيحي كله سيصير أريوسيا لولا أثناسيوس. وظهر قديسين دافعوا ضد هذه البدعة بكل أشكالها اللي ظهرت بها. ظهر أيضا قانون الإيمان، قانون الإيمان اللي وضع في مجمع نيقيا وضع ردا على هذه البدعة، فأصبح عندنا قانون إيمان بنودده حتى هذا اليوم، يحط لنا الإيمان في صورة واضحة بنقوله في كل الليتورجية وبنقوله في كل صلاة بنصليها. ظهر أيضا شرح الإيمان، وظهر آباء يشرحوا الإيمان زي قال القديس أناسيوس وقديس كولوس الكابادوكيين إلى آخره. فهذه البدع والطاقات صحيح تعبت الكنيسة وسببت حزن الكنيسة، لكن خرجت منها الكنيسة بقوة أعظم من خلال الشرح. الضيقة اللي مرت بها الكنيسة أيام البابا أبو عبد الزرع لما طلب منه الخليفة أن يحقق ما ذكر في الكتاب المقدس، أن من كان له إيمان استحب الخلف أن يقول لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل، وطلب منه هو البطريرك طبعا أكيد عنده إيمان أن هو ينقله جبل المعطل، فماذا فعل؟ جمع الآباء سقط ومطرنا وصاموا وصلوا، ربنا يعني أخرج الكنيسة.
الكنيسة من هذه الضيقة، لأنه لو ما كانش يعني انتقل الجبل كان يبقى قدامه سبب إن هو يخلص يقتل المسيحيين. فالكنيسة طلعت بقوة أعظم من هذه التجربة بنقل جبل المعطل اللي كانت معجزة كبيرة، الخليفة نفسه يعني اندهش ليها، وكان سبب تحول يعني الخليفة كان في وقت الفاطميين. لاحظوا إنه في عصر الفاطميين تاريخيا كان الفترة الأولى كان فيها يعني معاملة سيئة للمسيحيين، وبعد كده الصورة تبدلت وصار عصر الفاطميين من العصور الطيبة نسبيا بالنسبة للمسيحيين في ذلك الوقت. وظلت هذه المعجزة في تاريخ الكنيسة كمثل لا زلنا نذكره في باستمرار كعمل الله. أيضا حينما تعرضت الكنيسة لهجمات الهيئات التبشيرية اللي جت ابتدت بعد يعني ضعف الدولة العثمانية، ابتدت الدول الأوروبية تخش في الدولة العثمانية، ومصر طبعا كانت جزء منها، وجت لقينا نفسنا ككنيسة قبطية يعني فيضان من الإرساليات جاية سواء كاثوليكية أو بروتستانتية. كانت الكنيسة طالعة من مرحلة اضطهاد وضعف، ضعف في التعليم في الإمكانيات، فبدل ما يأتوا لكي ما يساعدونا بدأوا لكي يستغلوا هذه الظروف اللي بتمر بها الكنيسة لتحويل أبناء الكنيسة. ودي عملت رد فعل عند الكنيسة، ابتدت الكنيسة تقوى. الشكوى من الإرساليات لم يكن حلا للمشكلة، لكن الحل هو اهتمام بالتعليم، اهتمام بالرعاية، اهتمام باحتياجات الناس. وظهرت حركة مدارس الأحد، تأسيس الكليريكية، ظهرت شخصيات زي البابا كيرلس الرابع، زي القديس الأرشداك والحبيب جرجس. وكل هذه الشخصيات كانت وغيرها يعني ظهرت لكي ما تدافع عن إيمان الكنيسة وتشرح للشعب وتقدم رعاية للشعب. واستخدمت الكنيسة وسائل جديدة في تطوير خدمتها وفي نقل التعليم وفي الاهتمام بالمشروعات الخاصة وعمل مؤتمرات، وكل دي ساعدت الكنيسة انها تنهض. طبعا ما كانش هدف الإرساليات دي ان هم الكنيسة تنهض، هم كان هدفهم ان هم يحولوا ابناء الكنيسة، لكن الكنيسة تعاملت بحكمة وخرجت من هذه الضيقة بقوة أعظم. المثل التالي هو مثل القديس البابا كيرلس السادس. البابا كيرلس السادس تولى الحبرية في سنة 1959، والسنوات الأولى في بطريركيته من سنة 59 تقريبا لحد سنة 65 كانت الست سنين دي كانت فترة صعبة جدا في حضريته. كان هناك متاعب داخلية من بعض الناس، حتى نسمع إن بعض المقارنة في بداية حضريته كانوا بيتجمعوا إن هو لعزله، وبعض مثلا يرفضوا قراراته زي مثلا ما أمر أن كل القرآن يرجع لأديبتهم، البعض عصى وانتهى حرمانهم. كانت أيضا العلاقة مع الدولة لم تكن علاقة طيبة في البداية، وحتى في السنة في يوم 24 يوليو سنة 65 لما الرئيس جمال عبد الناصر ذهب لوضع حجر أساس الكاتدرائية المقصية، كنت أنا بسمع الكلمة اللي قالها الرئيس عبد الناصر في المناسبة دي. فبيقول في بداية الكلمة، ممكن ترجعوا لها يعني، بيقول فيها إنه أنا التقيت أخيرا التقيت بالبابا في منزلي، أخيرا
يعني معنى كده إيه؟ إن مضت سنوات طويلة ما كانش في أي لقاء، إنما كان كل الاتصالات بتكون عن طريق الوزير القبطي، وما كانش في لقاء. ولما حصل اللقاء حصل في بيت الرئيس، وده يوري إن في تغير يعني جذري في العلاقة، إنه طبعا الرئيس عبد الناصر ما كانش يعني بيستقبل الناس في بيته إلا الناس يعني قريبين منه جدا، فكون إنه يستقبل البابا لأول مرة في بيته مش في مكتبه، فيعني دي بتدل على شيء معين أكتر من مجرد لقاء رسمي. هذه الضيقة وهذه الفترة تحولت إلى خرج منها البابا كيرلس بقوة أعظم لم يحدث في التاريخ، إن في رئيس غير مسيحي يجي يحط حجر أساس. يعني مثلا كان أقصى حاجة كان الحاكم يسمح لينا نحن نبني الكنيسة، ده لو سمح يعني، أو نرمم كنيسة، لكن كل رئيس الجمهورية إن يأتي يحط حجر أساس كنيسة ده كان حدث غير مسبوق يعني. وطبعا في سنة 68 جاء في افتتاح الكاتدرائية والإمبراطور الثلاثي زي ما احنا عارفين. أيضا ظهور السيدة العذراء في سنة 68 ده كان ظهور يعني غير مسبوق، من ناحية مش من ناحية إن العذراء تظهر، العذراء تظهر باستمرار، لكن يكون احنا يوم 2 أبريل احتفلنا بظهور العذراء في الزيتون. إن تظهر العذراء لمدة طويلة، شهور طويلة، والآلاف من الناس، وفي بعض الليالي كانت لمدة ساعات طويلة الظهور مستمر، ده كان أمر غير مسبوق. بالإضافة إلى النهضة اللي حصلت في الكنيسة في عصره، لو إحنا بصينا لحالة الكنيسة ما قبل 59 وحالة الكنيسة بعد البابا كولس، يعني نقلة كبيرة للكنيسة ونهضة روحية ونهضة في الصلاة في القداسات وفي التعليم وتأسيس الإسقاطيات عامة. فصحيح سنواته كانت سنوات، أو مر بسنوات كانت سنوات قاسية، لكن خرج منها بقوة أعظم. أيضا المتنيح البابا شنودة السادس، يمكن نتكلم على فترة اللي هي فترة بنسميها فترة الحصار. الفترة دي هي من سبتمبر سنة 81 لما رئيس السادات أخذ قراراته بالنسبة للبابا وبقائه في الدير، وسحب القرار الجمهوري إنه كبطريرك تعيين لجنة. وكانت فترة صعبة على الكنيسة كلها، لأنه عدد من الآباء المقاتل الأسقفة والكبار الكاهنة وأفراد الشعب دخلوا السجن معتقل. وامتدت الفترة دي فترة بالنسبة لقداسة البابا شنودة الثالث لحد يناير سنة 1985. أنا عاصرت الفترة دي لأن أنا كنت راهب في دير الأمبرشوي، دخلت الدير سنة 79، فكنت موجود في الدير وكنت يعني شاهد عيان هذه الفترة وما حدث فيها. أنا مش هتكلم بالتفصيل عن الفترة دي، لكن هتكلم على مشهدين، مشهد أثناء الفترة ومشهد ما بعد الفترة، وإزاي إن البابا شنودة خرج بقوة أعظم. في فترة الحصار ده كان ممنوع الدخول بره أسوار الدير، ودير الأنبابشوي اللي فيكم طبعا راح السوق له، كان له سوق من الناحية الشرقية، وبعدين كان في طريق. دلوقتي الطريق ده أصبح جزء يعني اتعمل سوق تاني ممتد دخل الطريق فيه، لكن في وقتها ده في وقت سنة 81 كان في سوق شرقي في بوابة، وبعد كده في طريق أسفلت اللي كان يجيب من الحكرية من الوادي
يوصل لحد مطال كان للجيش في ما بعد الديمية. فكان ده كان طريق مجدي عربيات باستمرار، وكان الدير عامل سوق على جانب الطريق وقافل المنطقة تحت الدير. بعد كده الدير أخذ أرض شرق الطريق، أصبح الدير ليه أرض جوه السوق وأرض بره السوق شرق الطريق اللي كان موجود فيه. فلما حصل الحصار ده، فالعساكر الأمن المركزي كانوا واقفين على السوق كله، كل الأسوار اللي موجودة، لكن الدير كان ليه لسه الأرض، وما كانش مسموح حد يطلع إلا العمال فقط. العمال اللي بيشتغلوا كانوا يطلعوا من البوابة دي يروحوا للأرض اللي موجودة، وحتى الرهبان ما كانش مسموح ليهم إن هم يخرجوا إلا في أمر محدود. وطبعا قداسة البابا شنو ده ما كان غير مصالح ليه إن هو يخرج من أسوار الدير على الإطلاق يعني. لما بعد ما اغتيال السادات وابتدت يعني تدريجيا الأمور تتحسن، في سنة أعتقد 83 عشان أتذكر التاريخ بالظبط يعني، كان سمح للبابا إن هو لأول مرة هيخرج بره سور الدير. فاكر اليوم ده إنه كان بالنسبة لنا حدث كبير يعني، البابا شنودة سمح إنه ممكن يطلع يشوف الأرض اللي هي على الجانب الثاني من الطريق. فكان لأول مرة هيطلع من البوابة، كانت البوابة اللي على الجانب الشرقي دي كان ليها أهمية، لأن هي دي اللي كنا يعني بنستقبل فيها الناس، كنا قافلين كل البوابات وسايبين بوابة واحدة اللي هي على السور الشرقي. وأنا يعني كان ليا بركة إن أنا أخدم على هذه البوابة، لأن بعد المحاولة اللي حاولوا فيها الأمن المركزي إن هم يخشوا الدير ويحاصروا البابا في عند قلايته، والمحاولة دي فشلت سنة 81 في ديسمبر 81. بعد كده الدير قرر إن البوابة دي ما يقفش عليها غير الرهبان، ومحدش يفتح ويقفل الباب إلا الرهبان فقط، يعني ما يبقاش الواحد قاعد ويجيب عامل يفتح الباب. وغيروا الطقم اللي على البوابة، فكنا إحنا أربعة، أنا كنت واحد منهم، كنا ناخد نبطشيات على البوابة يعني. كده لما ابتدت الزوار تيجي فكنا بنفتح لهم الأبواب. فأنا لما ترسمت أسقف في الخدمات سنة 85، أحد الخدام يعني حب يقول لي كلمة كده يتعبني بيها، يعني يذكرني بأصلي، فبيقول لي ده أنت كنت بتفتح لنا البوابة لما كنا بنيجي نزور الدير. فقلت له ده شرف عظيم ليا إن أنا أكون بواب على بواب الدير الأنبا الشور. المهم يعني البوابة دي ليها معزة عندي، لأن دي البوابة اللي خرج منها البابا شنودة في أول خروج لي من الدير في الفترة دي زي ما قلت في سنة 83. المشهد اللي أنا هقوله إن اليوم ده كان في عربية فولكس فاجن كده، فان لونها يعني أزرق سماوي، كان بيسوقها بابا سنت ساعتها، كان لسه يعني كاهن كسكرتير البابا، فكان دايما يجي البابا بيها من قلايته ويجينا، فدايما يعني كان بيتنقل بيها قداسة البابا شنودة داخل الدير. فاليوم ده ركبنا العربية دي، البابا شنودة على الأنبا صربون، وأنا كنت أحد ركاب الفان ده، وكنا مبسوطين جدا بإن إحنا أخيرا هنطلع بالعربية دي من البوابة وهنعدي الأسفلت ده والبابا هيقدر يخش بره كده. فإحنا قاعدين لسه مبسوطين في العربية وفرحانين يعني، فالأنبا صربمون ربنا يرحمه نفسه قال عبارة، قال البابا إن شاء الله يا سيدي إنك أنت تخرج وتطوف العالم كله. وطبعا البابا ضحك وقال له بس احنا يا أنبا صربمون
نطلع بره السور يعني. وزين كني طبعا طلعنا ورجعنا، وبعد كده ابتدت تبقى نقطة تطور. وسمح للبابا إن أول مرة يروح دير البغموس، دي كان حدث كبير إن البابا يروح البغموس والناس تروح هناك تشوفه في دير البغموس، لحد ما يناير 85 رجع لمصر. المشهد التاني بقى سنة 89، يعني المشهد الأولاني عربية فان راكبين فيها طالعين من بوابة الدير لمجرد بس يعني نلف لفة كده بره في الأرض ونرجع تاني. وساعتها احنا اعتبرنا إن ده حدث يعني تاريخي، إن البابا شنودة أخيرا طلع بره الصور وخرج للخارج. المشهد التاني اللي هو سنة 89، لما قداسة البابا شنودة عمل رحلة حول العالم، فعلا الكلمة اللي قالها الأنبا صربانو، خرجنا في أغسطس سنة 89 ورجعنا في ديسمبر 89. الرحلة دي وأنا يعني كنت أحد الوفد الموافق للبابا في الرحلة، وكان فيها أيضا طبعا يفد الأنبا صربانو الله يرحمه نفسه. خرجنا رحنا أوروبا، لندن، وبعدين رحنا كندا، وبعدين زار كل الكنائس، زار كل الكنائس في أمريكا اللي كانت موجودة في الوقت ده. بعد كده رحنا هونولولو، وبعد كده رحنا استراليا، ورجعنا عن طريق سنغافورة، وبعدين رجعنا على مصر. يعني فعلا جولة حول العالم زي ما قال الأنبا صربانو. المشهد كان من ضمن المشاهد المميزة في هذه الرحلة هي ما حدث في نيوجيرسي. لما سيدنا وصل نيوجيرسي، أنا يعني متذكر المنظر ده، خرجت آلاف من الأقباط يستقبلوه. يعني كان طبعا في كل حتة كان في استحقاقات حاشدة، لكن أنا لم أرى في كل هذه الرحلة اللي استمرت 4 أشهر مثل الاستقبال الضخم اللي استقبله به الشعب في نيوجيرسي. فلما تقارن المنظرين، يعني منظر نحن راكبين عربية فولكسفاجن قديمة مجرد بس طالعين من بوابة الدير وهنعدي، وما اعتبر ان ده انجاز كبير، وبين البابا بعد كده يطلع الدقة تنتهي، ومش بس ان هو يعني يروح يزور بلد ولا اتنين، ده يلف العالم كله ويستقبله رؤساء ويستقبله شخصيات كبيرة ويستقبله الشعب في كل مكان هذا الاستقبال العظيم. فدايما لما الضيقة ممكن يخرج منها الإنسان في قوة أعظم. آخر مثل أذكره هو الكنيسة الروسية. الكنيسة الروسية مرت بضيقة عظيمة اللي هو أثناء الحكم الشيوعي، وفعلا آلاف الناس استشهدت ومئات ومش آلاف الكنائس اتهدت. أعتقد الحكم الشيوعي إنه طالما قضوا على هذه الأعداد، وأهم سلاح كانوا بيستخدموه هو منع التعليم الديني، إن كان مجرد إن حد يعلم طفل أي حاجة عن الدين ده تعتبر جريمة. وأعتقدوا إنه مع الوقت الجيل القديم هينتهي، ما انتهاش بالقتل، هينتهي بالعمر وتنتهي المسيحية. رحنا نحضر مرور 1000 سنة على تأسيس المسيحية في روسيا سنة 87. قيل لنا وقتها، وكان بداية الانفراج، كان لسه الحكم الشيوعي موجود، كان لكن جورباتشوف كان ابتدى يسمح ذلك. أنا فاكر لما كنا في كييف، وكان لأول مرة تطلع الدورة. طبعا في الكنيسة الروسية بيبقى فيه دورات كثيرة، الأول مرة يسمحوا لهم إن تطلع بره الكنيسة. كنت شفت يعني الناس وهي واقفة بره كيف تبكي، لأنه معاشوا مش متخيلين ده، يشافوا دورة صليب وأيقونات بتلف بره الكنيسة، كان بالنسبة لهم شيء يعني لا يصدق يعني. وقتها قالوا لنا إن يوجد
30 مليون مسيحي، بس أغلبيتهم مش معروفين. حضرة الكنيسة الروسية أعيدت آلاف الكنائس اتبنت، أديوبة تم تعميرها، عدد دلوقتي فوق 120 مليون، أكبر كنيسة أرثوذكسية في العدد. ومن الحاجات المشاهد يعني اللي بتورينا القوة هي كنيسة كرايس، تشيرش اوف كرايس، كنيسة المسيح اللي هي تعتبر النهارده مقر البطريرك. الكنيسة دي كانت كنيسة ضخمة، وبعد كده استنلي قرر إن هو يهد الكنيسة دي ويبني مكانها برج عالي جدا. ومن يعني جبروته أراد إن هو يصور تفجير الكنيسة. وأنا شفت وقتها كان التلفزيون الروسي أثناء الزيارة دي كان عرض فيلم عن تفجير الكنيسة دي. فحطوا الديناميت حوالين الكنيسة وجمعوا الناس حواليها عشان يشوفوا، عشان يرعبهم يعني. وقالوا لهم اللي عايز يخش ياخد حاجة من الكنيسة ياخد، فدخلت الناس اللي ياخد أيقونة اللي ياخد أي حاجة. وبعد كده فجر الكنيسة، الكنيسة اتهدمت. طبعا قامت الحرب العالمية، ما عرفش يبني البرج، فبنوا حمام سباحة مكانه. لما سقط الحكم الشيوعي رجعوا الأرض للكنيسة، فالكنيسة قررت إنها تبني كاتدرائية بنفس شكل الكنيسة الأولى. أنا لما كنت بروح روسيا في التسعينات، فكنت أشوف والكنيسة بتتبني، فكانوا حاطين ماكيت كده للكنيسة القديمة شكلها كنيسة جديدة. وحتى طلبوا من الناس اللي عنده أي حاجة من اللي كانت موجودة في الكنيسة القديمة يجيبها. لما تروحوا تزوروا كاتدرائية كرايست ذا سيفيور في موسكو، هتلاقوا في ميوزيوم تحت حاطين فيه منظر الكنيسة القديمة وبعض المقتنيات اللي كانت موجودة. يعني ده عايز أقول إنه كل الأمثلة الـ10 مثلا أنا ذكرتهم دول، إن إزاي خرج منها الأشخاص أو الكنيسة أو البشرية كلها خرجت بقوة أعظم. وده يقودنا للنقطة الأخيرة، كيف نخرج بقوة أعظم من الضيقات؟ أولا مش كل إنسان بيخرج بقوة أعظم، مش كل إنسان، يعني في بعض الناس إن ممكن الضيقة تحطمهم، الضيقة تضعفهم. إنما هقول 5 نقط تساعدنا على الخروج بقوة أعظم من الضيق. أول حاجة الإيمان والثقة، إن الإنسان يكون واثق إن مهما كان الظلام شديد لابد إن الفجر يأتي، وإن مهما كان النفق طويل لكن في ضوء في الآخر. الثقة دي بتخلي الإنسان واثق إن مفيش ضيقة تقعد على طول. كده من العبارات المشهورة لبابا شنودة السادس نحلها نفسه، نسيبها تنتهي. مرة اتكلمنا كله بالخير، نسيبها تنتهي، لازم هتنتهي، مفيش حاجة بتقعد على طول، ممكن تطول لكن لازم هتنتهي. فلازم واحد يحط لنفسه هذا الأمر، أمين والله الذي يدعكم تجربون فوق ما تحتملون، ولكنه يعطي مع التجربة المنفس. وده يعني الإيمان والثقة اتكلمنا عنه في قبل كده. النقطة الثانية هي إن الواحد يستفيد من الوقت الحاضر في التجربة. يعني ساعات الإنسان يبقى مشغول قوي بالضيقة وقاعد يفكر طب هيحصل إيه؟ طب إيه اللي يعني طب إيه هيحصل إيه في المستقبل؟ لكن الناس اللي طلعوا بقوة أعظم من التجارب إنه عاشوا وقتها، عاشوا بالشيء المتاح واستفادوا بيه، ما عادوش يفكروا هو هيحصل ايه بعد كده. يعني هابيل كان همه او كان هدفه انه يقدم ذبيحه مظبوطه، ما كانش في مخه انه هو مسال المسيح، او لكن كان ايمانه انه يقدم افضل ما عنده.
كانش في ذهنه ان اللي هيعمله ده هيتعب قايين اخوه، لكن ده اللي حصل. فهو صمد ولم يتخلى عن ربه، وربنا اداه ابراهيم. ابراهيم في تجربة ابنه اسحاق، لما ربنا قال له ان اقدم وحيدة اسحاق محرقة، ما عادش يفكر طيب وايه اللي هيحصل، لكن ركز انه يطيع. فبكر ابراهيم. والقديس بولس الرسول كشف لنا ايه اللي كان في ذهنه، انه كان في ذهنه ان الله قادر ان يقيمه، يعني ربنا يقيم الموتى. هو ما كانش في ذهنه انه ربنا يمنعه من تقديم اسحاق او هيجي موضوع الخروف، كل ده ما كانش في ذهن ابراهيم، لكن في ذهنه ربنا قال حاجه انا هنفذ الحاجه دي. طب هيحصل ايه؟ طب ازاي دي يعني تكون مع وعود ربنا؟ الله قادر ان يقيم اسحاق من الموت. ايوب تمسك بكماله، ربنا سمح له، رب اعطى رب اخذ، فليكن اسم الرب مباركا. احتمل التجربه الى النهايه. كنيسه في وقت الاضطهادات ركزت انها تحافظ على الايمان، على ايمان اولادها، وكل شخص كان اهم شيء انه لا ينكر ايمان. محدش قال طب هيحصل ايه للكنيسه، طيب ايه مستقبلها، طب ما لو الاضطهاد بقى كده، طب ما خلاص المسيحيه هتنتهي. ما فكرش مثلا القديس موريس والكتيبه الطبيه، طب ما احنا نخلص على الامبراطور ماكسيميانوس، طب لو احنا استشهدنا، طب مين اللي هيدافع، طب ايه المستقبل هيحصل ايه. ما فكرش في الحاجات دي خالص، هو فكر في شيء واحد بس، في اضطهاد انا لازم احتمل هذا الاضطهاد ولا انكر ايماني. طب ايه مستقبل الكنيسه؟ مستقبل الكنيسه بتاع بيد ربنا، مش انا اللي انا احدد مستقبل الكنيسه. ايضا لما ظهرت البدع والهرطقات معايا، الكنيسه ما شغلتش نفسها طب وليه؟ وظهرت ليه؟ وليه ربنا سمح بكده؟ يعني احنا نخلص من الاضطهادات اللي علينا دي، لكن دفعت عن الايمان، شرحت الايمان، اعتبرت ان دي فرصه لتوضيح الايمان بالنسبه للناس، تمسكت بدفاعها عن الايمان. البابا ابراهام بن زرع لما جات له التجربه دي بتاعت نقل الجبل، ما كانش في ذهنه ايه اللي هيحصل، لكن كان عنده ثقه. طب عمل ايه؟ دخل يصلي، صام وصلى، ربنا تدخل. طب ايه اللي ما قالش طب هيحصل ايه؟ طب ايه المشكله؟ ما عملش، قاعد يعمل اجتماعات ويدرس ايه مستقبل الكنيسه بعد كده وايه اللي هيحصل. لا، هو دخل يصلي، حبس نفسه، صوم، هو بقى سافر، وربنا حلها بطريقه عجيبه. يعني جاب له واحد، مش ما قالوش انت اللي هتقول الجبل، لكن جاب سماع الخباز عشان يقول الجبل. نفس الكلام الضيقات اللي مر بيها البابا كيرلس، ركز على الصلاه، عشان كان يروح كتير في المدينه يصلي يصوم، ركز على، ما بصش للناس اللي بتهاجمه، ما بصش للرهبان العصاه، لكن قدم مثلا للراهب الحقيقي في حياته، بنسكرياته، بتسبيحته، بقدساته اليوميه. ناس كتير انتقدته حتى موضوع القداسات، لكن استمر لحد ما ربنا رفع الضيقه دي ورفع اسمه. يعني يقول في البابا كولس كان في البدايه ممكن القداسات اللي بدري دي عدد الناس فيها قليل، يعني ما كانش زي دلوقتي، كان الناس ما كانش متعوده على حكايه القداسات بدري وقداسات كل يوم. نفس الكلام في الفتره اللي كان فيها البابا شنوده في الدير، ما عادش يعني يفكر طيب وايه اللي هيحصل في مستقبل الكنيسه، لكن الفتره اللي قعدها ركز فيها، ركز على الدير، على الرهبان، على تثقيف الرهبان، تعليمهم، حول الدير الى اكليريكيه، كان يدينا محاضرات كل يوم، محاضرات لاهوتيه، مذكرات، عمر في الدير، زرع في الدير، لحد ما الفتره عدت وانتهت، والمشكلة
حلت. لذلك زي ما أقول ما كانوش بيفكروا في إيه فيما بعد. عشان كده إحنا في الفترة اللي إحنا فيها دي المفروض إن إحنا نفكر إزاي نستفيد منها. هي فترة صعبة، فيها ضيقة، فيها ألم، محدش ينكر هذا، فيها أمور غريبة غير مسبوقة، لكن ممكن نستفيد بيها في بيوتنا، زي البيت يتحول إلى كنيسة، نستفيد بيها ببناء علاقات بيننا وبين بعض، نستفيد بيها أيضا بتنمية علاقتنا مع الله. من التأملات اللطيفة اللي أنا يعني سمعتها هو في حديث بن يافة الأنبا هيبة مطران أسوان، ربنا يديله الصحة طول العمر، كان في كلمة مسجلة لي بالنسبة للأحداث يعني، وكان مسجلها اللي هو الأسبوع اللي فات، فكان الإنجيل عن المخلع، فقال كلمة يعني لطيفة حابب إن أنا يعني أشارك معاكم. بيقول الراجل المخلع ده مفلوج يعني قابل المسيح، والمسيح قال له أتريد أن تبرأ؟ فشرح له إن أنا كل ما أجي أنزل ينزل قدامي واحد آخر، فالمسيح قال له قم احمل سريرك وامشي، وفعلا شعر بقوة حمل سريره ومشي. أكيد إنه انبسط، لكن ما اهتمش بشيء إن يعرف مين هو اللي عمل كده، يعني ما اهتمش يعرف مين هو المسيح، ما شغلش نفسه بمعرفة المسيح. هو نال الشفاء وخد بعضه ومشي. لذلك لما قابلوه سألوه مين الذي أبراك؟ قال ما أعرفش. حدث المسيح التقى بعد كده وقال له قد برئت فلا تخطئ أيضا لأن رجلك أشر. احنا ساعات يبقى التأمل الحسيني في الأمر يضرب. احنا ساعات بنكون في الكنيسة بنصلي بنتناول بنصوم، لكن هل بنلتقي بالمسيح؟ هل بنهتم ان احنا نعرفه نتعرف عليه؟ ولا احنا بنعمل زي المفلوج ده، اهو بناخد الشيء اللي احنا عايزينه لكن ما بنهتمش بمعطي الشيء. فممكن تكون الفرصة اللي ربنا سمح بيها لينا إنها تخلينا نعرف المسيح أكتر، وإن لما نرجع تاني نيجي الكنيسة ونتناول نعرف ما الذي نتناوله، لأن ساعات ناس بتتناول كأمر عادة أو اتعود إن هو يتناول، لكن ما بيتأملش وممكن ينسى في اليوم نفسه، متناول حتى في الصبح في نفس اليوم ده، تصرف يعني كأنه زي أي يوم عادي في حياته. لكن ممكن دي تكون فرصة إن إحنا نعرف ما معنى التناول جسد الرب، ما معنى إن الله يسكن فينا نحن نسكن. النقطة الثالثة هي الصبر، لأنه التجارب ساعات بتطول، يعني في تجربة بتيجي وتنتهي، لكن في ساعات بتاخد وقت، عشان كده الإنسان محتاج إن هو يكون صبور في فترة التجربة. يعني مثلا لو اتكلمنا على البابا كيرلس، فالموضوع قعد من 59 بس ابتدت الدنيا تتفاجئ على 65 مثلا، يعني حوالي 6 سنين، مدة طويلة. البابا شنودة قرار السادات كان في سبتمبر 81، والسادات اختير 6 أكتوبر 87، افتكرنا إن المشكلة اتحلت وخلاص، لكن ما اتحلتش، خدت مدة، خدت 40 شهر، من سبتمبر لحد يناير سنة 85. لذلك ممكن الإنسان في البداية بيكون يعني قوي، لكن ممكن بعد كده يضعف، عشان كده الصبر مهم قوي، يعني الإنسان ما يضعفش مهما امتد الوقت. الوقت ده في ايد ربنا، هو اختار الوقت المناسب اللي فيه يأتي فيه الفجر وينطلق النور ويرفع التجربة. النقطة الخامسة والأخيرة هي
الإنسان عشان خاطر يستفيد بالتجربة إن لازم يحيط نفسه بناس تساعده على إنه يستفيد، لأن في ناس ممكن تتعب الواحد. وأنا هدي مثالين، مثل أيوب. أيوب فقد أبنائه لكن لم يفقد زوجته، وزوجته حسب ما ذكر في سفر أيوب إنها لم تكن معينة لي، بل بالعكس كانت ثقة تاني عليه، لأنه زي ما هو مذكور إن إيه كان رده فعلها، قالت له: أنت متمسك بكمالك بعد ذلك الله ومت. يعني تخيل ده واحد يعني في تجربة زي كده، فقد ولاده وفقد ثروته، فبدل ما تقول له كلمتين تشجعه بيهم تقول له: أنت متمسك بكمالك، يعني بارك الله وموت، يعني موت أحسن. تخيل حضرتك واحدة تقول لجوزها كلمة زي كده. عشان كده قال لها: إنك أنت بتتكلمين كإحدى الجاهلات. الخير من الله نقبل والشر لا نقبل. لما نقارن دي بمثلا شخصية زي شخصية المتنيح الأنبا سالومون، والدور اللي قام بيه في الفترة اللي أنا اتكلمت فيها دي اللي هي فترة الحصار، وأنا بتكلم يعني كشاهد عيان، يعني إزاي إنه وجوده بجوار البابا شنودة في الفترة دي كان عامل مساعد جدا في احتمال التجربة، بحكمته بوداعته وخبرته وقدرته على حل المشكلات. يعني المدة دي كان في مشكلات كتيرة بتحصل في الدير، مشكلات داخلية نتيجة الظروف اللي احنا كنا فيها، يعني ما كانتش كلها يعني أيام، يعني كنا فرحانين ومبسوطين بوجود قداسة البابا معانا، لكن مع الوقت ابتدت تظهر حاجات، مش هخش في حاجات زي كده يعني، لكن كنا بنشوف حكمة الأنبا سالومون إنه إزاي كان يعالج الأمور، وإزاي كان دايما يسعى لراحة البابا شنودة، وفي نفس الوقت احتمل أمور كثيرة. وكان له كلمات بسيطة معزية، زي مثلا الكلمة أنا اللي قلتها، مش مجرد واحد يقول كلمتين يعني مجاملة، لأنه كل واحد ممكن يقول كلام مجاملة، ممكن واحد يقول كلام طيب، لكن كان كلمات الأنبا سالومون كان كلمات كنا نشعر إن كلمات ممزوجة بروح تقوى وروح صلاح. فما كانش أهمية إيه اللي بيتقال، لكن أهمية تأثير اللي بيتقال. فكان واحد يسمع الكلام يشعر براحة، يشعر بسلام، لأنه كنا نشعر إنه كلامه كلام طالع من قلب نقي تقي، وأيضا كلام ممزوج بصلاح. عشان كده يعني كنا دايما هو مصدر فرح وسلام، حتى في كلمة قداسة البابا كوادروس في جنازة الأنبا سالومون، كان من ضمن النقط اللي قالها إن هو كان إنسان مريح فعلا، يعني كل إنسان تعامل معاه كان يشعر بهذا الأمر، يعني تروح له مهما كنت تعبان مضطرب، لكن دايما تخرج من عنده وأنت مستريح، مش لأن كان بيقول كلام فيه بلاغة ولا كلام أنا عمرك ما سمعته قبل كده، لأ كان يقول كلام له فاعلية. عشان كده مهم قوي مهم إن الإنسان مين اللي بيحيط بيه؟ مين اللي بيحيط بيه؟ اللي بيحيط بيك ده ممكن يتعبوك وما يخلوكش تخرج بقوة أعظم من التجربة دي، وممكن يريحوك. يعني احنا في بداية الكلمة قلنا إنه كتاب ستعود بقوة أعظم هي رسالتين بعتهم القديس يوحنا ذهبي الفم في أوضوك، فكلامه الجميل المعزي
نجح إن يطلع الراجل ده اللي كان في ورطة عظيمة إن يخرج بقوة أعظم من المشكلة اللي كان موجود فيها. المهم يكون عندنا إيمان وثقة في ربنا. المهم إن إحنا نستفيد بالتجربة في وقتها بدون ما نشغل نفسنا هي ليه حصلت وإيه اللي هيحصل بعديها. لا، عيش في يومك وسيب بكرة لربنا، لأن الله إلهنا هو إله اليوم وإله غدا. بس انت اهتم قوي باللي انت فيه دلوقتي، حاول انك انت تستفيد بيه. نحتاج ايضا الى طلب معونة إلهية، هي النقطة اللي يعني الانسان، لان الضيقة لما بتطول فالانسان ممكن يضعف، يحتاج الى معونة إلهية. 5 نقط هي الايمان والثقة، تعيش الحدث وقتك نفسه، يكون الواحد عنده صبر، يطلب معونة إلهية، وأيضا تختار الناس اللي أنت تتكلم معاهم واللي تسمع ليهم، وإنك أنت ما تشغلش نفسك بالشخصيات اللي هم لا يهتموا إلا بالسلبيات، وليس لهم كلام إلا مثل زوجة أيوب. يعني كلام يتعب، مش بس زوجة أيوب، حتى المعزين اللي هم يعزوه أصدقائه قال لهم أنتم معزون متعبون كلكم، يعني بدل ما يعزوه تعبوه. ساعات واحد يجي يقول لك بدل ما يعزيك يتعبك، ابعد عن الناس دي ودور كده على شخصيات كده زي نوعيات الأنبس ورامون قديس يوحنا ذهبي الفم، اللي انت تقدر تستفيد من الوجود معهم والسماع ليهم فيساعدوك على انك انت تتخلص من التجربة. ربنا يعطينا جميع ان احنا في هذه الفترة ان يكون لنا الثقة، نطلب معونته واثقين ان احنا سوف نخرج منها جميعا بقوة اعظم. له المجد الدائم الى الابد، امين. سؤال: كيف اشعر ان المرض هو هبة من الله وكيف اشكر عليه؟ لو انسان عنده ثقة ان الله صانع الخيرات وان كل شيء ياتي من الله، الله له هدف منه انه ممكن يحوله الى الخير، ممكن الانسان يحتمل تجربة المرض ويطلب من الله ان هو يعينه فيه. في فرق بين ان الواحد يحتمل المرض وان يطلب المرض. احنا ما بنطلبش المرض، لان المرض شر في حد ذاته، لكن ممكن الله يحوله الخير. احنا مثلا عندنا في الكنيسة أوشية المرضى، بنطلب شفاء المريض، ما عندناش أوشية إن ربنا يجيب لنا أمراض عشان خاطر الأمراض دي بتفيدنا في حياتنا الروحية. لكن ممكن المرض يفيد الإنسان في حياته الروحية. هنقول: ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. ساعة الإنسان ممكن يخرج بقوة أعظم من التجربة، لكن الإنسان لا يطلب من الله أن يعطيه تجربة لكي ما يتزكى بيها، بالعكس ربنا يطلب. صحيح قلنا مثلا الاضطهاد افاد الكنيسه، لكن ما عندناش اوشيه ان ربنا يبعت اضطهاد على الكنيسه. احنا عندنا اوشيه لاجل سلام الكنيسه، لاجل ان الله ياتي بالسلام. فانت تطلب من الله الشفاء، لكن في نفس الوقت تحتمله وتستفيد من هذه الفتره لحد ما ربنا يرفع هذه التجربه. هل ممكن الإنسان يرث مرض بسبب خطيئة لأحد والديه وهو ليس له ذنب فيه؟ لا طبعا، هو ممكن الواحد يرث مرض بحكم طبيعة انتقال المرض، لكن لا يرث الذنب بتاع والديه. يعني مثلا لو أم عندها مثلا مرض زي الإيدز مثلا، ممكن الإيدز ده ينتقل إلى الجنين فيتولد الشخص بالمرض ده. بس مش معناه إن هو لو كان يعني جالها نتيجة خطأ معين، خطية معينة، لأن طبعا الإيدز ممكن يجي بدون خطية وممكن يجي بخطية. فلو كان سببه خطية هو مش هيمس الخطية، رغم إن هو جاله المرض ده بسبب والدي. ففي أمراض وراثية، لكن الخطايا الشخصية لا تورث، الخطايا الشخصية لا تورث.
أما خطيئة آدم فإحنا ورثناها لأن إحنا خرجنا من نفس طبيعة آدم، وإحنا إحنا لم نرث الخطايا الشخصية لآدم، يعني آدم أخطأ ففقد النعمة التي أعطيت له، وبالتالي أصبحت الطبيعة البشرية كلها تحت حكم الموت وتحت حكم الفساد وتحت سلطان الخطيئة، فده ورثناه. لكن آدم لما سقط عمل خطايا تاني شخصية، إحنا ما ورثناش الخطايا الشخصية بتاعت آدم. طبعا أكيد مرة اتخانق مع حواء، مرة زاعل، مرة نلبز، مرة إيمان وضعف، الله أعلم. فمش هي دي اللي إحنا ورثناها منه. سؤال: هل الله غاضب منا؟ وكيف لا؟ حينما يسمح بغلق كل بيوت في أركان الأرض الأربعة، وماذا نفعل مختلف من إكليروس وشعب لنتعلم المحبة من جديد؟ لا طبعا، الله لو كان غاضب وقرر إن الكنائس كلها تتفرد، فتعالى يعني نراجع الكتاب المقدس. لما الله غضب على سدوم وعمور، هل أهلك كل اللي موجودين في سدوم وعمور؟ ولا بعت ملاكين ينقذوا لوط وأسرته؟ يعني حتى إبراهيم لما تشفع فقال له إيه؟ أديان الأرض كلها لا يصنع عدلا؟ أتهلك البار مع الأسير؟ فربنا قال له: طيب يا إبراهيم، في 50 واحد بار، في 40، في 30. فلما وجد لوط ربنا أخر. فهل يعقل مثلا لو احنا قلنا مثلا إغلاق الكنائس مثلا إن ده بسبب غضب ربنا، هل يعقل إن لا يوجد في الكنيسة، أنا بتكلم حتى على كنيسة، لا يوجد في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بملايينها 10 أتقياء؟ مش معقول. وبعدين لو قلنا ده أقول لك: طب ما إحنا الكهنة بنصلي، يبقى إحنا بقى الأتقياء الوحيدين وبقية الشعب مش أتقياء. ده نوع من العكس، ممكن يكون موجود في الشعب ناس أتقياء جدا أتقى مننا. لكن الله سمح بهذا لحكمة من عنده لا نعرفها، لكن إحنا نستفيد من الوضع اللي موجود. لكن فكرة الغضب والعقوبة، في فرق بين التأديب والعقوبة. تأديب ربنا بيدي تأديب لهدف زي الابن لما يأدب أولاده، لكن العقوبة ذلك العقوبة التأديب الواحد بيخرج منه بيستفيد منه زي ما ذكرنا أيوب إلى آخره. لكن العقوبة زي عقوبة الأشرار، يعني ربنا لما عاقب سدوم وعمور الأشرار اللي فيها ما خرجوش منها بقوة أعظم، بالعكس كانت نهايتهم كده. لما ربنا صعد شر الإنسان إليه وأراد إنه قال إنك تصور كل إنسان شرير، وأراد أن يرسل طوفانا على الأرض، ليه أنقذ نوح؟ يعني لأنه إدى فرصة. فرغم كل الشر اللي كان في الأرض، لكن كان فيه أبرار، كان فيه نوح وأسرته، فربنا أنقذ. لكن ده ما يمنعش إن إحنا نراجع نفسنا ونراجع تصرفاتنا، وتكون فرصة إن إحنا نستفيد منها عشان لما نرجع، وإن شاء الله يكون قريبا، نرجع بقوة أعظم، بتمسك أكتر بالكنيسة، بعدم تهاون، تمسك أكتر بالتناول الجسد والدم الكريمين، كلش كعادة. ده في ساعات ناس تيجي تتخانق، هو كان موجود مثلا بسبب يمنعه من التناول، يجي يتخانق لأن أصبح التناول بالنسبة له منظر. طب إزاي أنت بتتناول؟ أنت بتتخانق، يبقى ده مش وسط تناول ده. ففي مفاهيم تحتاج إنها تتصلح عند بعض الناس، فكل واحد فينا بيستفيد بما يرى إن هو بالنسبة لحياته. لكن لو كان غضب عام على الكل،
يعني دي حاجة. النقطة التانية، طيب لو كان ربنا غضبان لشر الإنسان، طب ما الكنيسة هي العلاج، طب إزاي بتمنعه عن العلاج اللي هو يستفيد بيه؟ يعني المسيح لما آدم أخطأ والبشرية كلها أصبح تحت غضب الله، ما سابهاش، لكن جاء لأجل فداء البشرية كلها. فإلهنا إله محب، إله حنين على الإنسان، إن سمح بشيء يسمح بحكمة من عنده، لكن علينا إن إحنا نستفيد بهذا الوضع. كيف نستغل الفرصة إن نتقرب إلى الله؟ نستغل الفرصة إن إحنا نتقرب إلى الله بإن إحنا نحول بيوتنا إلى كنائس. فبدل الإنسان يبقى قاعد زعلان متضايق وليه ده حصل كده، طب خلاص بقى، أو واحد يقول طب كويس يعني جات منهم، هناخد بقى فترة أسبوع الألم دي أستريح، وما مفيش كنيسة أنا هعمل إيه يعني. وممكن واحد يقول لك طب أنا أصوم ليه؟ أنا لا أحضر بسخة ولا أحضر حاجة ولا أحضر حتى ليلة عيد ونفضة. كل دي مش هي دي اللي تعالج الموضوع. أنت قدامك فرصة إنك أنت مش بس تتابع البسخة مثلا وأنت بتتفرج على التلفزيون ولا تشوف اللايف ستريم، لا ده أنت ممكن تصلي في البيت، تجيب منجلية تقف عليها وتتابع أنت وأسرتك، تطرح المزمور، تقرأ الآيات. يبقى في روح صلاة، في فرق بين إن أنت مثلا تسمع قداس قاعد كده مستريح تشرب كوباية شاي أو بتاكل تسمع قداس، وبينك يبقى قداس تبقى واقف كأنك في الكنيسة بتستفيد القداس. أنا مش هتقدر تتناول، لكن على الأقل استفدت بصلوات القداس. مش بتسمع القداس زي ما بتسمع أي حاجة يعني تسمعها تانية، فيبقى في استفادة فعلا تعود على الشخص. أنعم الله علي بكل ما أحتاجه أكثر، وأنا أفرق أعرف أفرق بين النعم، ولكن أشتاق أو أنا أغرق بين النعم غرقان يعني بتجربة لم أجربها حتى الآن. لا، أنت صلي إن ربنا يبعد عنك أي تجربة، لأن التجربة ما يعرفش الإنسان إن كان هيستفيد منها ولا مش هيستفيد منها. عشان كده كان في فترة الاضطهاد الروماني كان في ناس يعني من ضمن حماسهم للاستشهاد كان يروحوا يثيروا الحاكم عشان خاطر يعني يستشهدوا يعني. فالكنيسة ما شجعتش التصرف ده يعني، ما شجعتوش، رغم ان في قصص الناس عملت كده لسببين. السبب الاولاني ان في فرق بين ان الانسان ياتي عليه تجربة وفي إنسان يطلب تجربة، لأن ممكن الواحد يسقط في التجربة. يعني في ناس عملوا كده وأنكروا الإيمان، ما قدروش يحتملوا، فالإنسان إنه يحتاج لنعمة إلهية. لذلك مثلا تلاقوا قديسين مثلا زي قديس أريوكس مثلا كان مسيحي وكان في الجيش، لكن إمتى أعلن؟ لما جه المكسوم بتاع الإمبراطور، الكتيبة الطبية ديسموريس ما كانوا في الجيش وكانوا مسيحيين، لكن ما راحوش أصاروا الإمبراطور وقالوا له إحنا مسيحيين عايزين نستشهد. لا، لما طلب منهم إنهم يقدموا خون الأوثان رفضوا، وقالوا إن دي أنت ليك سلطان على أجسادنا لكن ليس لك سلطان على أرواحنا. فالإنسان يطلب من ربنا أن يحميه من التجارب، لكن لا يسعى إلى التجارب، لكن إن أتت يطلب من ربنا يديله فعلا.
بيسأل لشخص مولود جديد في المسيح ومفتقد طقس الكنيسة وتأملاتها، كيف يقضي أسبوع الآلام والقيامة بأقرب طريقة بين الكهنة والمؤمنين في الكنيسة؟ طبعا يعني بتبقى فترة صعبة، لأن يعني مش هو ده الشيء المعتاد، وقطعا الوجود في الكنيسة والوجود مع الآخرين بيدي قوة، لكن ممكن الشخص ده إنه لو يعني في ناس قريبين منه ويكون معاهم يساعدوه، حتى لو عدد محدود يعني منهم يساعدوه. في نفس الوقت يعني نشكر ربنا النهارده مع وجود يعني وسائل التكنولوجيا الحديثة يقدر الإنسان يسمع أصوات كتيرة. طبعا هيتابع الصلوات كلها إن شاء الله، هيبقى فيه يعني لايف ستريمينج وبرضه لوكس بتاع كل فترة أسبوع الكلام، وفي كتب موجودة ممكن يكون يجيب الكتب الكتاب يتابع بيه. وربنا بيدي نعمة، يعني ربنا لما بيسمح طريقة بيدي نعمة خاصة، زي مثلا الناس اللي ممكن يكونوا في السجون مر عليهم مثلا فترة، فربنا بيديهم نعمة وبيديهم تعزية خاصة. فأنا واثق إن ربنا هيدي هذا الشخص أو سواء كان رجل أو امرأة يديهم نعمة خاصة في هذه الفترة. ربنا يحافظ عليكم جميعا، ونتمنى لكم كل خير وكل بركة، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.